بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وألحقنا بعبادك الصالحين. العمل الأسود أو ما يسمى حسب اللغات وهكذا، يعني حسب اللهجات، العمل بدون تصريح، بدون ترخيص في بلاد أوروبا وغيرها، كذلك التهرب الضريبي في تلك البلاد، ما حكمه؟ أولاً، إذا دخلت تلك البلاد بفيزا، يعني بإذن عمل، أو أخذت جنسية تلك البلاد أو إقامة في تلك البلاد، فهذا إقرار ضمني منك أيها المسلم أنك قد قبلت بجميع قوانينها. بالنسبة لنا نحن المسلمين، الشرع يمنعنا وينهانا عن قبول ما يخالف ديننا، سواء كان في بلد مسلم أو في بلد غير مسلم، إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق كما يقول النبي عليه الصلاة والسلام. إذن القضية الأولى، أي شيء يخالف الدين فهو رد على كل إنسان ولو كان قائله العبد الفقير الذي يكلمكم، هذه قضية منتهية، فضلا عن كونها جاءت في بلد غير مسلم، يعني كان تجبر المرأة على خلع الحجاب، لا يجوز لها أن تخلع الحجاب، أجبر الأطفال على الاختلاط أو العري أو أشياء من هذا، هذا لا يجوز في شرعنا، فلا يجوز لك أن تمتثل لهذا الأمر أو أكل الخنزير أو أي شيء إلا حسب القيود الشرعية، ومنها الضرورة. ما هي الضرورة؟ أن الأمر سيؤدي بك إلى الموت، فهذا بحث آخر. إذن الأصل أن تلتزم بقوانينهم التي لا تخالف ديننا، هذه القضية الأولى وهي منتهية ومفروغ منها. القضية الثانية، يوجد بعض القوانين الجائرة التي هي غير معقولة وغير منطقية، كأن أدفع جزءا كبيرا من أموالي في غير حقه وبدون سبب شرعي حقيقي وبدون مقابل حقيقي، سواء كان هذا في بلد مسلم أو كان في بلد غير مسلم، فهل يجوز علي أن أحتال بما يعرف الآن بالتهرب الضريبي؟ نصيحتي لك ألا تفعل، لأن الأمر إذا انكشف سيؤدي إلى أذية أكبر، ويعطي سمعة سيئة وانطباعا عن المسلمين نحن في غنى عنه، فعليك ألا تفعل من باب النصيحة. ولكن إن فعلت، هل ستكون آثما عند الله سبحانه وتعالى؟ اعتقادي أن الضريبة الجائرة الظالمة التي بغير حق، إذا ما استطاع الإنسان أن يتهرب منها وأن لا يدفعها، الذي أعتقده أن هذا ليس مؤاخذا عند الله سبحانه وتعالى بحال من الأحوال، فعندنا عدل وعندنا إحسان. العدل أن تلتزم بالشروط التي فرضت عليك، العدل هنا أن تأخذ حقك، العدل أن تأخذ حقك، والإحسان أن تعطي صورة فضلى عن الإنسان المسلم. الإنسان المسلم يحمل رسالة، وهناك أشياء في تلك البلاد هي عبارة عن مسلمات عند القوم، وربما حسب البلاد وحسب طبيعة الناس، وربما في بعض البلاد يعني هم أكثر الناس تهربا من هذا الأمر، أتكلم عن حسب البلاد،
فرسم صورة للمسلم حسنة توافق ما عليه الذوق العام، فهذا أمر حسن وهذا أمر مطلوب ولا بد منه. استطعت أن تهرب من الظلم الذي وقع عليك فافعل، سواء كان في بلد مسلم أو في بلد غير مسلم. الله جل جلاله لا يقر الظلم، والله سبحانه وتعالى يأمر بالعدل. فلو أخفيت شيئا، لو أخفيت شيئا وهذا الشيء من حقك في شريعة الإسلام ولم يسجل في الضرائب، هنا مقتضى العدل يقول لك أنت على حق، أخذت حقك ولم تظلم غيرك. الإحسان يقتضي الانسياق مع القوانين التي لا تخالف شريعة الإسلام، وكل إنسان أمير نفسه. علمت يقينا أن هذه النفقات ستذهب إلى غير أهلها وغير مستحقها، بل ربما يعصى الله تعالى فيها، لا يجوز لك عند ذلك أن تسهل لهم سبيل الوصول إليها. لماذا؟ لأن الأمور بمقاصدها، إلا في حال الضرورة. ألخص الكلام بإيجاز: لا يجوز لك أن تخالف دين الله سبحانه وتعالى، ولا يجوز لك أن تنفق فلسا واحدا أو قرشا واحدا على ما يرضي الله، على ما لا يرضي الله سبحانه وتعالى. هذا واحد. اثنان: الأصل في تعاملك مع تلك البلاد هو العقود التي بينك وبينهم. ما لم تخالف هذه العقود شريعة الإسلام، وفي قدر المستطاع بكل عقد وكل بند بينك وبين القوم. وأيضا في قضية أخرى أيضا، يعني تدفع أنت أحيانا ويدفعون لك راتبا تقاعديا، والراتب التقاعدي هذا كبير وتستعيش فيه إلى أواخر حياتك، وأيضا يوجد مقابل تستغني عنه استغني عنه، ولكن يعني الغنم بالغرم، القاعدة الشرعية تقول هذا، الغنم بالغرم. الأمر الثالث: عندنا عدل وعندنا إحسان. العدل يقتضي أن تحافظ على أموالك، وإتلاف الأموال لا يجوز شرعا، وعدم إعطاء الزائد من أموالك هذا من حقك. الإحسان يقتضي أن تعطي صورة فضلى عن المسلم لمن يسأل عن الإسلام. المشكلة في هناك أصناف عجيبة غريبة رأيناها في تلك البلاد، يبحث عن حقوق المسلم كاملة، ماذا يحق للمسلم، ويتمسك به تماما ويعض عليه بالنواجذ، وينسى تماما ما هي الواجبات على المسلم، ينسى هذا نسيانا تاما. نحن لا نريد هذا الفساد. فإذا يا أخي، حاول على سبيل النصيحة ألا تتهرب من الضرائب إلا إذا كانت جائرة ظالمة. الله تعالى لا يرتضي الظلم ولا يقره لأحد، الله تعالى عدل من أسمائه جل جلاله. وفي الوقت ذاته سدد وقارب. نقطة أخيرة أحب أن أقولها في هذا الباب، ألا وهو قضية الورع. الورع ليس له حدود. إنسان يحب أن يتورع، لا يريد أن يقع في الحرام،
تبرعه هذا ليس ملزما لنا، لأن هناك إنسان آخر يقول لا يا أخي أنا من حقي، أنا حقيقة أدفع أشياء كثيرة جائرة وبدون حق. فالتورع شيء والوقوف عند الحدود شيء آخر. أسأل الله لنا ولكم التوفيق، وأسأل الله لنا ولكم الحفظ والرعاية، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.